من وقت منخلق على الدنيا منمر بتغيرات كتير بيشهدها الجسم على عدة مراحل، وفي مرحلة بعد الطفولة يلي هي دخولها بشكل نقطة مفصلية بحياتنا، فهي مليئة بالتغيرات الجسدية والتقلبات النفسية. عم نحكي عن مرحلة المراهقة. هون الأهل يا نور بيصيروا بيفكروا بالبلوغ عند بنتهم أو ابنهم، بيفكروا نفسيا، بيفكروا عاطفيا، وبيفكروا عقليا، بس بينسوا الناحية الجسدية شوي والناحية الغذائية، وهذا الموضوع بيحتاج لانتباه على العادات الغذائية ونوعية الأكل، باعتبار هذا الجيل للأسف مهووس بالسناكات السريعة، المشروبات الغازية المليانة سكر، الشيبس، الشوكولا، والنودلز سريعة التحضير، هاي اللي بيكون فيها بهارات وزيوت غريبة عجيبة. هذا الموضوع أكيد بيأثر سلبا على المراهق ونموه بهالمرحلة الحساسة. ضيفتنا اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة صارت موجودة معنا لتخبرنا تفاصيل أكثر عن هالموضوع، وكيف ممكن نغذي المراهق بغذاء سليم وصحي وبنفس الوقت ما يكون مبالغ بأسعاره. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. طبعا عم نحكي عن موضوع كتير مهم وحساس، الانتباه للطفل لحتى وصل لمرحلة المراهقة ليكون بمرحلة الشباب بصحة جيدة يلي هي الغذاء. رح ناخذ منك كيف بنهتم فيه بهي المرحلة لحتى نوصله للطريق الصحيح والسليم، وفي حال ما كانت تغذيتنا صحيحة وسليمة شو التأثيرات الجانبية. صح، بالفعل انتوا عم تحكوا عن فترة كتير حساسة، لأنه هلا ما حنقدر نعده لا مرحلة طفولة، وهلا صار عندك ياك بيعامل كمعامل بالغ يعني. بغض النظر عن عوامل التبكير البلوغ اللي صارت ببلادنا بهي آخر فترة بسبب الأكلات اللي هي الصناعية والأمور هي والوجبات الجاهزة، بس الفكرة اللي بدي أقولها إنه بهالفترة عنا نوعين من المراهقين، يا نحافة شديدة يا سمنة مفرطة، يعني لأنه بيكون هون الإيموشن والإنفعالات تبعهم بقمة العالية تبعها، لأنه هي الإنفعالات يا أما بتودي إلى شيء اسمه انقطاع عن الطعام والتفكير بأمور أخرى، يا أما عندك ياها الإفراط والتفشيش بالطعام، فهون بقى بتصير عنا مشاكل هي اضطرابات النمو. وهي القصص هاي اذا صارت بهي الفتره هاي مشت معه للعمر كله، انه هي مرحله نمو يعني. هي هلا نحن بنقول سنه البلوغ اخطر سنه على الانثى بالذات، ليه؟ لانه عضله بيركب على دهنه، فهذا هو هي الافظع، بصير الدهون الحشويه عاليه جدا. الشاب البالغ يعني ممكن يكون لانه نحن فتره البلوغ عند اليافعين الذكور بتنزل الهرمونات على النمو العظمي اكثر، لكن نحن عند الاناث بتنزل على الخلايا الدهنيه اكثر. فهي القصص هي كلياتها اذا ما تراعت سمنه اليافعين، النحافة الشديدة كمان تبع اليافعين، مثل ما قلتوا في اضطرابات هلا كمان صايرة شديدة عند اليافعين، اضطرابات السكري النوع الأول بسبب الضغط العصبي اللي عم يمر فيها ظروف اليافع بهي الفترة هي. تمام. يعني بتحس اضطراب المستقبل، التفكير الزايد بأي شيء عندك يا وضوضائية وهموم الأهل والعامل النفسي كله سكب على الولد من صغره، فبتلاقي عندك يا لا عم يعرف يتحمل مسؤولية ونفس الوقت ما عم يقدر كمان يتجاوز هاي ويعيش لحظته، فبيصير اضطرابات هرمونية رهيبة فيها. وهلا هذا اللي جاي نحن اذا تبهوا الاهل على بعض العوامل المؤشرات، يعني انا مالي جاي احكي للمراهق قديش بدك تاكل خضار وقديش هذا، هي التعليمات صارت باليه عند علوم التغذيه، لانه الانسان ياكل عندما يحاجه جسمه لاي شيء معين. نحن برجع بقول قاعدتنا اللي نحن نسفناها يجب ان ناكل عندما نجوع نحتاج لشيء، نحن عندنا قاعده الاكل على قاعده ستايل، يعني انا لازم عندي غداء، عندي عشاء، عندي فطور، عندي هي اسمها ترتيبات عندك ياها خاطئه وباليه اجت عندنا بالفترة. انا لازم اهتم بشيء اللي هلا اشحي حاجه جسمي فيه، مو لاني انا لازم افطر واستيقظ هي وسبع اكواب ماء، وانا لازم اكل والخضار قبل اللحوم واللحوم قبل الخضار والهدول الامور. وهذا بعصرنا مو متوفر هالقواعد اللي هي الخانقه لاي انسان بيقدر يعيش حياته الصحيه، حتى نقدر نلزم فيها طفل او مراهق. ايوه بالضبط، لانه هاي الفكره هي الاساسيه. حتى انا احسب الكالوري الخاصه، احط اله حاسبه قدام الطاوله تبعي واقعد احسب شو لازمني، بصير هوس بطريقه جدا يعني، وبصير الجسم عنده رده فعل. ونحن مو فاضيين لهالموضوع ابدا، كنا عم نحكي نحن والدكتوره تحت الهواء انه همنا هلا اليوم شالوا الدعم، خلوا الدعم، اعطوني رز، خففوا لي الخبز، زادوا لي البنزين، زادوا لي كذا، ايه. فهلا تجي تقول له مليين بقصص تجي تقول له لعزيزي المواطن كل كيوي وكل افوكادو وكل كافيار عايش من لولو. طيب نرجع للواقع، فعلا
ابني اللي عمره بين العشر سنين والستاشر سنة، هاي المرحلة اللي فعلاً فيها نفضة بلوغ ونمو، شو لازم غذي أكتر شيء؟ هلا في شغلات نحن غايبة عن الهي، بهالفترة بيهتموا الآباء بالحليب واللبن والجبنة والهي. شوف أنا بلاقي أحلى غذاء وغذاء متكامل جداً ومنطقي جداً في حال حدث البلوغ، إنه يصير البيض هو أساسي بغذاء المراهق. البيض هو غذاء وحدة متكاملة جدا وسعره منطقي حتى لو بلغت بأسعاره حاليا عالية. البيض غذاء متكامل جدا للمراهق بالنمو بالأمور هاي كلياتها. المشكلة مع المراهق كمان غير البيض بدي أركز عليه هو الانتظام الهرموني، اللي هلا أنه حيتعرض هلا لاختلافات هرمونية وتجاوب جسمه عندك يا بيكون مو مثله مثل جاره مثل رفيقه مثل الأمور هاي. الانتظام الهرموني كتير رائع للمراهق هو المي والليمون. في حال هو مدمن على المشروبات الغازية والهيك، مو ضد فكرة إنه نحن نحط مي وليمون أو البولو أو النعنع والليمون، هذا بشكل مشروبنا الأساسي. هذا بيعمل انتظام هرموني بهالمرحلة جدا. الشيء الثاني لعملية نمو سليمة، نحن منحركز كتير على الكلس، والكلس إذا كان إجا بدوزات فائضة مدمر للكلاوي، خاصة ممكن يكون مراهق هلا بلش يأرجل بلش يدخن في جهد على الكلاوي تبعه، غير إنه بتفيده المي والليمون وهالأمور هي كلياتها. بالنسبة لإلي عامل البقدونس كتير منقي للدم، بيطالع له كل هالسموم. بالنسبة لنا كنا عم نحكي عن فكرة الكلس، الكلس مو مهم عندي يا قد ما هو فيتامين د اللي هو فعاليته تكون شكلها اصح. بلاقي عالم بتصف مستحضرات كالسيوم وهي بتهري كلويه وهي مو عندها نقص كلس، واذا زاد في كانت نسبه الكلس عند المراهق عندك يا سليمه وسويه، زياده الكلس عندك يا منتجات اللي فيها كلس مستحضرات هي مثل مكملات غذائيه فيها كلس ممكن تدمر كلوي وممكن تعمل له تكلس بالمفاصل على فتره مبكره من عمره. فنحن هاي القصص هي بدنا ننبه انه نحن الانتظام الهرموني والليمون. هلا في نبتة بيعطيها للأهالي كتير رائعة للاضطرابات، وقت بيشوفوا الولد صار بلش يتحب شباب يطلع بوشه، في اضطرابات نفسية صاير عدواني بطباعه، صاير قراره هو لأنه هذا السن بيصير قرار بده ياخد قراراته بنفسه، بيصير اعتداده بذاته عالي، فبيصير وقت بيصير هيجان وعنف بهيك مرحلة وردة فعل عنيفة. في نبات اسمه المردقوش، المردقوش بيهذب العوامل السلوكية للمراهق. إمتى ممكن ياخذ هذا؟ بيتاخذ قبل النوم لأنه بيحسن الجروس هرمون وبيحسن وظائف الغدة الصنوبرية، بيصير النمو العاطفي والنفسي عنده يسوي أكثر، لأنه في بتلاحظي هلا بهالمجتمعات ردات الفعل العنيفة بهيك فترة كتير عالية وبيعاني منها الأهالي أكثر من غيرهم. وأنا بنبه الأهالي رغم إنه هذا متخصصنا إنه بهالفترة لا يلقوا النصائح على المراهق، يزتوه عن طريق رفقاته ورفقاته بالضبط، فبيصير لأنه بهالفترة الأقران لهم سيطرة على رأيه أكثر من سيطرة الآباء والأمهات، لأنهم هن بيحسون إنه فقط إنهم هن يساووا بدهم يساووا ريموت كنترول. فالمراهق ما كتير بيرد على أهالي بهالفترة هاي. فبرجع بقول حركز على الفكرة الأساسية، الاهتمام بفيتامين د أكتر، المي والليمون، المادة المردقوش، البيض وحدة متكاملة للغذاء، عدم الإفراط من الكالسيوم بشكل كتير غير منطقي. نبتة المردقوش طبعاً عم نحكي عنها. إذا كان خايفين على تأخر الـ يعني بدهم يعني حاسين إنه معوار من البلوغ ظهرت، كان عن الذكور ولا الإناث كمان المي والليمون بيعمل طرح للفائض الهرموني حتى يجي بوقته بأوانه بكميته الصح. الفكرة الثانية العوامل البلوغ المبكرة اللي بيفيدنا فيها، غير هيك إذا الأم بدها تأخر بلوغ بنتها، البقدونس بنسبة عالية، النعنع كويس جدا. كيف هدول إنه مثل البولو بينضربوا بالخلاط مع الليمون، مشروب رائع جدا ومنطقي كتير لهيك عمر. الفكرة الثانية اللي أنا بدي نبه عليها بهيك فترة إنه كل ما نحن نبهنا وعينا انه قلت نسبة الموبايلات بين المراهقين عندك اياها بفترة مسكي إلها، لانه هي بتعمل عندك اياها عالم الموبايل عالم منفتح جدا، واللي عم يسبب البلوغ المبكر هي الاشياء الاباحية اللي فايتة على الموبايلات. فوقت عم يشوف اليافي عمره 7 سنين 8 سنين يظهر له مقطع بيصير له فضوله اكثر، هي بتصير العوامل اللي هي بتسبب البلوغ اكثر. فبدنا ننتبه بهي القصص هي كلياتها، انه مو ساعات طويلة هي بدنا نحاول يعني نوجهه لنشاطات سباحه ركض هلا الصيف هلا هي بتخفف المواضيع هي كلياتها. النقطه الثانيه اللي بدي اقول عليها احماض الاوميجا، احماض الاوميجا سلاح ذو حدين، انا بحبه وقت صارت البلوغ وما بعد
كذلك. أما مو قبل المولود مباشرة لأنها بتنشط المبايض، بتنشط الغدد الجنسية. فنحن ما بنقول إنه نمنع أحماض الأوميجا إطلاقا، لكن وقت بتشوف الأم إنه اليافعة تبعها بلشت عوامل البلوغ كلها، ما نتحش فيها حب أوميجا 3 أوميجا 3 أوميجا 3. فعرفتي مو أنا قصدي المصادر الطبيعية إطلاقا، لأنه هاي المواد كتير رائعة جدا بمصادر الطبيعية، لكن مو المكملات الغذائية بكثافة. عامل الزنك، الزنك مثلا نحن بالفترة المراهقة بنحطه قبل البلوغ للتطويل، لكن وقت اليافع صار بفترة ال 16 17 بدها تبلش غضاريفه تتصلب، بنخفف الزنك عنده، لأنه الزنك نحن عندنا عامل بسرع تصلب غضاريف النمو. فهي الملاحظات يعني إن شاء الله تكون فيهم للإخوان المشاهدين. إن شاء الله يا رب. يعني أكيد معلومات كثير مهمة دكتورة أخذناها منك، ودائما يطول الحديث فيها لحتى فعلا يتم الوعي من حيث اهتمامنا بأطفالنا ومن قبل الأهل. شكرا كثير لك. يا أهلا وسهلا. شكرا كثير دكتورة. يا أهلا وسهلا.